السلام عليكم أصدقائنا، مرحبا بكم في قناة جلسة تقنية. اليوم سوف نتحدث على موضوع الدروب شيبين أو مجال دروب شيبين. تتم لكم الفيديوهات التي قدمناها لكم سابقا، من بينها كيفية وضع منتوج بطريقة يدوية وكيفية إيجاد منتوج يعني جيد للعمل عليه، يعني والعديد من الفيديوهات المتعلقة بمجال إيباي دروب شيبين. اليوم سوف نشرح لكم طريقة العمل على أداة أوتو دي إس، التي تعرفون أنها من بين الأدوات الرقم واحد أو رقم اثنين في التقييم، كأداة تساعد على دروب شيبين وكتنظيم العمل في متجر إيباي. وبالتالي فهذه الأداة تتوفر على كل من طريقة يعني إعدادات تنظيم المنتوجات ويعني وتسيير الثمن الأثمنة إلى آخره إلى غير هذا، ولهذا فهي يعني يمكنك الوصول إليها سواء من الحاسوب أو من هاتفك في السمارت فون الخاص بك في التطبيق الخاص بهم، يعني ليس هناك أي اختلاف من الحاسوب أو الهاتف حسب تجربتي أنا، وشخصيا أعمل على وضع المنتوجات انطلاقا من هاتفي، وهناك خصائص أخرى تساعدني في جلب مبيعات جيدة من خلال هذه العملية. إذا بداية يجب علينا تحميل التطبيق انطلاقا من متجر بلاي أو بلاي ستور أو كذا. نذهب إلى البحث، نكتب هنا أوتو دي إس بهذه الطريقة، قم بالبحث. كما تشاهدون أوتو دي إس هي في الأعلى، أوتو دي إس هي يعني يقدمون لك بعد المعلومات حولها. كما تشاهدون هنا الأوردرز، يعني تقوم بتسيير كل عملك على إيباي. كما تشاهدون يقولون لك هنا اكتيف ليستينجز ان تراكد ليستينجز الاوردرز ثم البروفيت، يعني كما تشاهدون في الصور أداة جميلة يعني واحترافية، بروم ليس فقط مجرد أداة للهواة أو إلى غير ذلك. إذا أنا قمت من قبل بتثبيت الأداة على جهاز هاتفي، سنذهب إلى الأداة عبر الضغط على، أنتم ستجدون يعني ستقومون بتحميل التطبيق بالضغط على داونلود أو انصالي. إذا هنا سنقوم بفتح التطبيق هكذا لكي نتعرف عليه أكثر وعلى طريقة استخدامه. إذا جميل جدا، هم يقدمون لك بعض المعلومات حول الأداة، سنقوم بالإطلاع على بعض الأمور. هنا يقول لك all in one drop shipping tool that manages your listings، يعني كل يقولون لك أداة تجمع كل شيء تقوم بتسيير متجرك في إيباي. هنا يقدمون لك بعض الفيديوهات التعليمية حول الأداة، one stop shop that automates your success، يعني بعض التعابير التحفيزية وبعض التعبير التقديمية حول الأداة. لأن ليس فقط أنا من يقول أن هذه الأداة جيدة، بل الكثيرون يعني يعتبرونها هي ودي سيم تول، كذلك يعتبرونها يعني من بين أدوات الناجحة في هذا المجال. فقط على الإنسان أن يقوم بمعرفة كيفية استخدامهما بدون أن يعني يخسر الكثير من الأموال فيها ويعني يضيع فيها بالكثير. إذا هنا يقولون لك أن choose your best plan، يعني يقولون لك اختر الخطة التي تريدها، أي خطة الانخراط يعني المدفوعة. هنا كما تشاهدون يقدمون لك أن تقوم بوضع 100 منتوج، بتسيير 100 منتوج بواسطة يعني هذا يعني بهذا الخط هنا، هذا المؤشر تريد تقوم بتحديد عدد الليستينجز أو المنتوجات التي يسمح لك بوضعها في متجرك. هنا كما تشاهدون من أفضل أن تبدأ فقط بالخطة المئة ليستين، يعني الخطة العادية، أقل خطة بين الخطط، ب 6.99 دولار.
وإن كنت جديدا في الأداة يعني ستستفيد من أسبوع تجريبي بدولار واحد فقط، سوف بصل 99 دولار. إذا جميلة، تقوم فيها بالتعرف على الأداة يعني ومعرفة كيفية استعمالها. وإن كنت تستخدمها يعني كنت متوافقا معها، يمكنك يعني إكمال العمل، إكمال يعني العمل بها، ثم ذلك بدفع مبلغ 16 دولار تقريبا لكل شهر. إذا جيد جدا أصدقائنا. هنا في الأعلى على اليمين هناك القائمة أو الميني، تلك الأسطر الثلاثة نضغط عليها هكذا، نقوم بتسجيل الدخول. أنا من قبل قمت بفتح حسابي في الأداة، أنتم فقط تضغطون على جوين أو انضمام، ثم تقومون فقط يعني بتسجيل حسابكم أو يعني فتح حساب جديد، وبعد ذلك تربطون المتجر الخاص بكم، متجر إيباي، بالأداة لكي تقوم الأداة يعني تسير متجر الخاص بكم. إذا جيد، هنا كما تشاهدون هذا حساب يعني تجريبي أعمل عليه في هذه القناة، في فقط القليل من المبيعات كما تشاهدون. إذا جيد، هنا كما تشاهدون الأداة تعطينا 55 أكتيف ليستينج، يعني 55 منتج تم وضعه في متجر إيباي بواسطة أوتو دي إس. هنا 38 أنتراكد ليستينجز، يعني أنتراكد ليستينجز يعني المنتوجات التي وضعتها بطريقة يدوية أو بواسطة أداة أخرى، أي دي إس إم تول لا تقوم بتسيير هذا أو تحديد هذه المنتوجات. إذا هنا الأوردرز، يعني إن كانت لديك يعني مبيعات، هنا البروفيت تقوم باحتساب الأرباح التي جنيتها. هنا الأكاونت يعني يمكنك، هنا يقولون لك أوتو دي إس مونيتورينج برودكتس، لدي خطة 100 منتج، يعني خطة الضعيفة جدا. جيد، أوتو دي إس مونيتورينج برودكتس روماني ليميت، يعني 45، لدي 45 ليميت إضافية، أو يعني بإمكاني وضع 45 أخرى. هنا إيباي أكاونت ليميت 1/10. إذا أوتو ديس تقدم لك إمكانية تسير 10 يعني متاجر، إذا مسألة جيدة جدا. هنا أوت أوف ستوك ليستينجز، يعني المبيعات المنتوجات الخارجة التي لا تتوفر في المستودع، يعني الأوت أوف ستوك. هنا البيندين أوردرز، يعني الأوردرز أو المبيعات التي حصلت عليها في الشهر. هنا الفايلد اوردرز 0، يعني المبيعات التي لم تنجح. اذا جميل جدا اصدقائنا، في الاخير يحتسبون لك يعني عدد مجموع المبيعات التي توجد لديك في متجرك، يعني مجموع الثمن الكلي للمبيعات. اذا جميل جدا، نحن نريد وضع منتج جديد على حسابنا في باي، نضغط على القائمة هنا على في أعلى اليمين، ثم كما تشاهدون هنا تأتينا هذه القائمة التي فيها الداشبورد، والداشبورد تعرفنا عليها من قبل وهي هذه الواجهة، ثم يعني الأكتيف ليستنج في الأسفل. أكتيف ليستنجز هي المبيعات النشطة أو يعني المفعلة الجارية حاليا، ثم انتراكد ليستينجز يعني المنتوجات في المتجر التي لا تسيرها اوتو دي اس، ثم الاوردرز او المبيعات او الطلبات، طلبات البيع. كاستمر سيرفايس يعني خدمة الزبناء، ثم المونيتورز يعني المونيتورز او يعني يمكن القول بالعربي المونيتورز، إذا عذرا فقط هناك بعض التشويش. ذهبنا إلى المونيتورز أو المنظمات، يعني الأدوات التي تنظم المواقع التي تأخذ منها المنتوجات، مثلا كالأمازون والمارت وغيرها.
هنا في الأسفل أوتو ديس فايندر، أو يعني أداة البحث عن المنتوجات بطريقة أوتوماتيكية. هنا الأبلودر أو الأداة، يعني الخيار الذي تقوم بواسطته بوضع منتوجات بواسطة الرابط أو رقم المنتج. في الأسفل الأنفويس أو الفواتير، هنا الجيفت كاردز، يعني هذا الجيفت كاردز يعني مكان تمكنك أوتو دي اس من إيجاد ديسكاونتد جيفت كاردز أو الجيفت كاردز الخاصة بأمازون المنخفضة الثمن. ثم السيتينجز، يعني هنا الإعدادات، ثم الهيلب سنتر إذا كانت لديك مشكلة وتريد أن تسأل هنا الفريق العمل حوله. إذا جيد جدا أصدقائنا. المسألة المهمة في هذا الفيديو هي أن نتعرف على طريقة وضع منتج بواسطة الـ AutoDS Finder وواسطة الأبلودر. بداية سنعمل على AutoDS Finder، هذه هنا كما تشاهدون، يعني AutoDS Finder نضغط عليها هكذا. جيد، في الاوتو ديس فايندر يجب عليكم ان تعرفوا انه يعمل بطريقه اوتوماتيكيه وانه يعمل بواسطه الكريديت. ماذا تعني الكريديت؟ او يعني التعبئه، يعني يعمل بنظام تقوم بالنقاط. اذا جيد، عندما تشترك في الخطه الاولى يعني شهرك الاول تحصل على 400 كريديت، يعني تعطيها لك اوتو ديس، يعطونها لك لكي يعني تضع بها 100 منتوج الخاص بك. اذا ولكن ان اردت الحصول على اكثر من 400 تقوم بشرائها. اذا هنا تكمن المسألة، يجب عليك اولا ان تحصل على بعض المبيعات لكي توفر هذه الاموال. اذا الان العمل في الانترنت وخاصة دروب شيبين وغيرها من المجالات، وخاصة يعني التجارة الالكترونية، إن أردت أن تربح الآن المال يجب عليك يعني أن تنفقه أولا، يعني وتستثمر أولا، ثم بعد ذلك يمكنك جني نتائج يعني جدية وجيدة. إذا جيد، نحن فقط نقوم بشرح الأداة ولا يعني نقوم ب لا, لا, لا ليس هناك أي يعني فائدة لنا أو ربح لنا من هذه الفيديوهات، فقط نقوم بمساعدة إخواننا على تعلم الجديد ومواكبة الجديد في مجالات الربح من الإنترنت. إذا جيد جدا أصدقائنا، هنا ب13 دولار عفوا تقوم بشراء 1000 كريديت، يعني 1000 كريديت لكل كريديت تحسب 0.013 يعني لكل كريديت. إذا جيد، هذا لا يهم، يعني مسألة عادية جدا. هنا يقول لك السوك سايت او المصدر، هنا يقدم لك امازون يو اس اي، يعني يو اس، امازون يو كي، امازون يعني الالماني، فرنسا، ايطاليا، والمارت، ثم هوم ديبوت، علي اكسبريس، علي اكسبريس تشاينا، توي باي يو كي، يعني علي اكسبريس وامازون والمارت وهوم ديبوت. جيد، بعد ذلك اصدقائنا هنا في الاسفل يقولون لك هل تريد البحث عن منتوجات بيعت جلبت 3 مبيعات في الشهر الماضي. اذا جيد، في هذا الشهر يعني منذ 30 يوما بيعت من هذا المنتوج 3 مبيعات. اذا تقوم على سبيل المثال نريد منتوج حصل على هذا العدد، نقوم فقط بوضع هنا عدد المنتوجات التي تريد اوتو ديس فاندر ان يضع لك بطريقه اوتوماتيكيه في متجر. اذا نكتب تقريبا على سبيل المثال 3 منتجات. إذا جيد، كما نأتي للأسفل يقول لك uploading this product will cost 3 credits، يعني تحميل أو رفع هذه المنتوجات إلى متجرك سيكلفك 3 نقاط أو 3 credits، يعني جيد، ليست غالية جدا. ولكن إن أردنا وضع منتوجات جلبت 5 مبيعات في الشهر، نضع هنا على سبيل المثال واحد، يعني منتج واحد. نأتي للأسفل، عفوا هناك خطأنا، فقط بالخطأ ضغطت على العدد كبير في المبيعات التي جلبت 8، وهذا لا يهم. إذا جيد، uploading this product will cost 2 credits، يعني تحميل هذا رفع هذا المنتج سيكلفك 2 credits، يعني كلما
زادت المبيعات التي حصل عليها المنتوج، كلما زاد عدد الكريد التي يتطلبها الاوتو دي اس لكي تقوم بهذه العملية. إذا نحن نعمل على المنتوجات التي جلبت 8 مبيعات في الشهر، وهي المنتوجات التي غالبا تأتي بمبيعات عند وضعها في متجرك. إذا جيد، نقوم على سبيل المثال البحث عن منتجين وطرق اوتو دي اس فايندر يقوم بوضعهما بطريقة اوتوماتيكية. إذا نضغط على ابلود هنا في الأسفل هكذا، جيد. إذا نقوم بالانتباه لهذه الأمور لكي لا توضع هذا المنتوجات بالخطأ. ننتبه للسوس برودكت سايت، يعني المصدر، نضع إن كنا نعمل على والمارت، على عفوا أمازون برايم، نضع الأمازون يو اس، ثم ابلود برودكت سايت يعني المكان وضع المنتج، اي باي يو اس يعني اي باي بون كوم، بريك ايفن يعني البريك ايفن تعني الربح، هنا نضعه 18.6. تدخل فيها اقتطاعات باي و باي بال وغيرها، هنا اديشنال بروفيت لا نقوم بوضعه هنا. انا صراحة يعني اديشنال بروفيت 2، انا صراحة اقوم بوضع 13%. اذا ان كنتم تريدون ربح كبير تضعون 15 او 16 او 18، لكن على العموم لا تأتي، يعني هناك اشخاص يقومون بوضع منتجات باقل من هذه الاثمنة، ولذلك لن تحصلوا على المبيعات. لنكتفي فقط ب 13 او 12.5. ثم هنا التومبليت، يعني تختار التومبليت الذي تريد ان تضع به الوصف. انا احب صراحة سامبل بلو يعني بسيط. هنا سيت بوليسي، هنا الاعدادات الشحن و البيمنت والريتورن الخاص بك، يعني تقوم بتعديلها من قبل في الاي باي. هذه مسائل يجب عليكم معرفتها. لمن كان يواجه مشكلة في هذا الأمر، فهناك العديد من الفيديوهات التي تعلمك كيف تقوم بإعداد يعني هذه الإعدادات بطريقة صحيحة. إذا جميل جدا. هنا في الأبلود فاريشن، إن كنت هنا الإعدادات مهمة جدا، هذه الخيارات. يقول هناك أبلود فاريشنز يعني أول خصائص، يعني إن كان منتج كالألوان وغيرها والأحجام. أنا صراحة لا أعمل بهذه الطريقة، فقط أعمل بمنتجات يعني سينجل برودكتس أو منتجات وحدية، فقط منتج واحد يعني، أو تكون فيه فقط الألوان يعني، وليس كالملابس. الملابس تكون فيها الكثير من الفاريشنز مثلا كالأحجام والقياسات وغيرها. هنا enable out of stock items upload، يعني إن كنت تريد وضع منتجات ليست في المستودع، هنا لا تقوم بتفعيل كل هذه الخيارات. أنصحك الو فيرو، لا، لأن الفيرو يسبب لك المشاكل في حسابك. هنا الو ماركت بلايس، يعني تقوم بإظهار الماركت بلايس التي حصلت منها. إذا كل هذه الأمور نقوم بعدم يعني عدم تحديدها، ثم نضغط على هذا الزر الأزرق ابلود برودكتس، جيد. هنا ابلود برودكتس مرة أخرى، يس، جميل. أصدقائنا، قد قمنا ب يعني وضع منتجات، سيقوم الأوتو دي سباندر بعد قليل، فقط بعد 10 دقائق أو أقل من ذلك، بوضعها في حسابنا في باي. كما تشاهدون كل هذه العمليات قام أوتو دي سباندر يعني أوتو دي سباندر يعني بطريقة أوتوماتيكية، قمت بوضع هذا المنتج. إذا ولكن الآن لنذهب إلى تعلم كيف نضع منتج. نحن يعني نقوم بالبحث عنه في أمازون على سبيل المثال، وأخذه، أخذ الرابط الخاص به ووضعه يعني بطريقة يدوية هنا في الأوت دي اس. إذا نقوم بالذهاب إلى أمازون هكذا. أنا لدي تطبيق أمازون، يعني نفس المسألة لمن كان يعمل في الحاسوب أو في الهاتف. إذا فقط في الهاتف يمكنك وضع المنتجات بطريقة سريعة و أينما كنت، لا تحتاج إلى الجلوس أمام حاسوبك لقيام بهذه العملية. إذا جيد أصدقائنا، على سبيل المثال سنختار منتج معين، على سبيل المثال هذا المنتج أو هذا المنتج هنا.
إذا نختار المنتج للتحكم الألعاب جيم كنترولر، نحن نحتاج إن كنت تعمل في الحاسوب فقط تأخذ رابط الخاص بالمنتج، وإن كنت تعمل في التطبيق تضغط على هذه العلامة، علامة النشر هنا في اليمين هنا تحت هذا الوصف، تحت هذه الكتابة، تحت العنوان، هذه العلامة في اليمين في يمين الصورة نضغط عليها هكذا، ثم نقوم بالضغط على هنا تحت الجيمايل، تحت الأيقونة الخاصة بالجيمايل، كوبي دون لو بريس بابي او كوبي ان، يعني كوبي كوبي ذا لينك. جيد، نذهب إلى الاوتو دي اس الآن، التطبيق الخاص بالاوتو دي اس هكذا، ثم نبدأ من جديد، نضغط على ابلودر هنا، ابلودر تحت اوتو دي اسباندر، يعني تجدون ابلودر نضغط عليه، هنا كما تشاهدون يقولون لك برودكت اي دي، برودكت اي دي او ارل يعني الرابط، سوكس برودكت سايت يعني امازون يو اس، امازون بوان كوم او امازون برايم، ابلود برودكت سايت يعني الى الاي باي على حسب الاعدادات التي او على حسب الدولة التي تعمل عليها في بايدن. جيد، ونضع الرابط ثم نضغط على grab details. مسألة مهمة جدا، يعني يقولونك the name patent is zero، إذا هذه المسألة لم نكن نعول عليها، ولكن الفيرو هذه الأداة أيضا توفر لك إمكانية الحماية من منتجات الفيرو، إذا هذا المنتج يمكننا وضعه. ده مسألة جميلة جدا، إن كنت تعمل بطريقة يدوية ربما ستجد هذه المشكلة، يمكن أن تضع هذا المنتج وسيتم حظر حسابك. جدا جيد، فقط نقوم بغلق هذا يعني الصفحة والذهاب إلى أمازون وتحميل يعني والبحث عن منتج آخر. نقوم بأخذ هذا المنتج على سبيل المثال هذا، عفوا نقوم بأخذ منتج آخر على سبيل المثال، نأخذ هذا ال نأخذ منتج يعني يكون ليس من محظور، يكون غير محظور. بطبيعة الحال أنت إن كنت تعمل على الحاسوب وإن كنت يعني تعرف منتجا يمكن لك وضعه بطريقة يعني عادية، سنأخذ مرة أخرى الجيم كنترولر ربما. جيد، هذه ليست جيم كنترول بات، فقط هذا الغطاء يعني هذه الألوان، هذا يعني الديكور الخاص بال هذا الجهاز التحكم، يعني مسألة فقط يعني شكليات وليس. أنا أخذ الرابط الخاص بهذا المنتج هنا، نأخذ منتج آخر، إذا قمت بطريقة عشوائية أصدقائي باختيار هذا المنتج، هو ليس فيرو، إذا نأخذ الرابط الخاص به ثم نذهب إلى الأوتو ديس هكذا، أقوم بوضع الرابط الخاص به بعد الضغط على أبلودر هنا، أبلودر في الأسفل يعني أبلودر هكذا، أقوم بوضع الرابط الذي أخذناه من أمازون هكذا، الرابط الخاص بالمنتج، نضغط على grab details. جيد، هذا المنتج ليس فيرو ويقبل لنا دروب شيب عليه بواسطة الأوتو دي اس. هذه هي القائمة التي هذه هي الاعدادات
أو التي يعني ستقوم بالتعديل عليها من أجل أن تقوم بوضع منتجك بطريقة جيدة. جميل جدا. هنا يقولون لك edit variation، يعني فقط هناك single item وليست فيها أي خصائص أخرى كالألوان والأحجام وغيرها. هنا manufacturer الصانع ثم الموديل البراند، يعني معلومات المنتج البراند. من الأحسن أن تقوم بوضع هنا unbranded، جيد هكذا. على يو بي سي يعني اوتوديس يقومون بوضع كل هذه الأشياء أداة جيدة بطريقة أوتوماتيكية، يعني الأحجام وغيرها كل هذه الأمور. هنا الصور إن كنت تريد يعني أن تتجنب بعض أن تخاطر يعني بهذه الصور، بإمكانك تعديل على الصور وبواسطة الحاسوب أو حتى الهاتف. يعني صراحة نستخدم أحيانا في بعض المنتجات أستخدم أداة تقوم بتصوير الشاشة، يعني اسمها هذا التطبيق اسمه سكرين ماستر هنا في الأسفل، يعني هذا الرابط الأزرق في كامل الأسفل هنا سكرين ماستر. على سبيل المثال سنقوم بأخذ صورة لذلك المنتج الذي أخذناه في أمازون، يعني التطبيق يعمل هكذا، تقوم بالضغط على اكتيف لا كابتشو ديكرون هنا او يعني اكتيفيت سكرين شوتر او سكرين يعني ريكوردر. اذا جيدة، هي بهذه الطريقة نقوم باخذ صور من امازون في المنتج، يعني جميل جدا. هنا على سبيل المثال في المنتج الخاص بنا نضغط على الصورة هكذا، يعني بهذه الطريقة تتجنب تلك مسألة تلك حقوق الملكية الخاصة بصور المنتجات في باي، يعني وتجعل حسابك يكون أكثر أمنا وأمانا بواسطة الطريقة، يعني تأخذ صور بواسطة الشاشة ثم تضغط على هنا سوفي كاردي هكذا. جيد، لقد قمنا بأخذ تلك الصور، وتقوم بالعمل بنفس الطريقة على كل الصور الأخرى في هذا لهذا المنتج، كل هذه الصور. جميل أصدقائنا، نقوم بالعودة نذهب نعود إلى الأوتو دي اس والإعدادات الخاصة بمنتجنا. إن أخذت صور الشاشة فقط تضغط على هذا الزر الأحمر ديت All Images، بعد ذلك تضغط على Browse، يعني هنا Browse في الأسفل Browse، ثم تقوم بأخذ الصور التي أخذتها بواسطة يعني سكرين يعني سكرين ماستر تلك تطبيق الصور. هنا في الوصف إن أردت أن تقوم بالتعديل قليلا على الوصف يمكنك ذلك من هاتفك، أو إن أردت أن تترك كل هذه الأمور على الطريقة إن كان حسابك جيدا فلا مشكلة في الأمر. صراحة وضعت الكثير من المنتجات ولم أقوم بالتعديل على الصور والوصف، لم تطرأ أي مشكلة، أي لم يطرأ أي مشكل في حسابي. جيد، هنا أصدقائي بعد ذلك نقوم بالضغط على أبلود برودكت هكذا، ثم أبلود برودكت. جميل، ونحن قد قمنا بوضع منتجات بواسطة أوتو دي اس وبطريقة يعني ناجحة. هنا نقوم بالذهاب إلى أكتيف ليستينجز. أكتيف ليستينجز كي نرى كل المنتجات التي لدينا في حسابنا، و من هذا الخيار تقوم بمشاهدة كل هنا يقولون لك هذا المنتج out of stock، يعني يمكنك تركه حتى يعاد يعني وضعه في المستودع، أو يمكنك حذفه بواسطة الضغط على يعني تحديده هنا والضغط على هذا الـ edit هنا على edit، يعني هذا المذكرة هكذا، ثم تقوم بالضغط على end item. إذن جميل جدا، هذه الأمور كلها يجب عليك تعلمها، يعني قدمت لك يعني افتتاحية جيدة، يعني أداة سهلة جدا لا تحتاج ليس فيها كل التعقيد، يعني صمموها لكي تكون بسيطة وتكون قابلة ليستخدمها كل شخص. إذن جميل جدا أصدقائي، هنا نكون قد أتممنا حلقتنا في هذا الفيديو. نتمنى أن تعجبكم هذا ما قدمناه لكم في هذا الفيديو، وكما نطلب منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك و
يعني متابعة كل جديدنا لكي تدعمنا، ثم لكي نستطيع أن نتواصل معكم كلما قمنا بتحميل فيديو جديد. تحياتي لكم وإلى اللقاء.